يلا بشوفكم. اخوان بنتي انتبهي شوي. انا اسفه كثير. يا انس لحظه، شو قلت هالانتباه هي؟ انت بتعرفي على مين كبيتي العصير هلا؟ انا بعتذر منك بس والله مو قصدي. للاسف اعتذارك هاد ما بكفي لتصلحي الكارثه اللي ساويتيها يا انسه. هذا السيد نكتاني بيكون ضيفي باسطنبول والانسه هون جايه معي على الحفله. عن جد فريد بيك؟ انا بعتذر منك، حصل خير. شكرا كثير. انا جاهزه اعتذر من ضيوفك لانه صدقني ما كنت قاصده انه يصير ما في داعي تعتذري منه. المهم انه ما تعملي مشكله تانية بهالحفله، واذا بدك فيني خلي شوفير يوصلك على البيت. لا ما بدي عزبه معي، خلص هلا برجع على البيت بتاكسي. طيب مثل ما بدك، بس يا ريت ما تشربي كثير. بس انا ما بتمنى لك التوفيق. لا مفكرني بنتك. تفضلي يا انسه، إذا بدك هدول بدون كحول. أي شيء بكحول. شو بتحبي تاخدي؟ ثواني. تمام، شكرا لك. فريق، قل لي مين هي البنت؟ اسمها نظمية، طباخة عندي. طباخة عندك؟ شوفي سعيد. ما في شيء مهم. سعيد، شوفي. المحل اللي كنت سهران فيه مبارح والنسوان اللي بيصيدوا رجال أعمال فيه كانت هنيك وكانت سهرانة بمنظر غير هذا تماماً. حبيت قلك. يلا مع السلامة، انتبه على حالك. موشي فاكي جوزاي ماسن. هونتوني موشي فاكي غوزاي ماسان دايزو دي باسيو أريغاتو غوزاي ماسان. منيح كتير، بتحكي ياباني كويس. بصراحة مو كتير منيح، بس بحب ثقافتكن ولغتكن كتير وبهتم فيهن، ولهيك عم أعمل كورس لغة. هلو ماناتا، فيك تبقي معنا؟ جد عم تحكي؟ تفضلي. عن جد حلو كتير، والجو كمان حلو. والياسمين حلو. أنا لازم أقوم، بدي روح. خليكي معي اليوم. ها؟ وليش تفاجأتي كل هالقد؟ إلك فترة عم تحاولي وليكك وصلتي ونحن مع بعض هلا. شو عم تقول؟ ما في داعي لهالحركات. أول شيء اجيتي كطباخة وهلأ صرتي تطلعي قدامي بالحفلات والمناسبات، وبالأخير اجيتي لعندي بالليل. هيك تمام، صار اللي بدك إياه. يلا خلينا نفوت.